أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلا زلنا في قراءة هذا الكتاب شرح غاية السول إلى علم الأصول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: وفعله عليه الصلاة والسلام له دليل كدليل الخطاب، في صفحة 371. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب، ذكره أصحابنا منهم القاضي، وأخذوه من أصول أحمد: لا يصلى على الميت بعد شهر، لحديث أم سعد. وضعف هذه الدلالة أبو العباس وغيره، وإنما بالكسر تفيد الحصر نطقاً عند أبي الخطاب والشيخ والفخر إسماعيل وغيرهم. وقيل فهماً اختاره ابن عقيل والحلواني، واختلف كلام القاضي. وقيل لا تفيده، اختاره أكثر الحنفية وغيرهم، بل تؤكد الإثبات على القول بأنها لا تفيد. وفي أن ما بالفتح خلاف، الصحيح أنها تفيد الحصر كالمكسورة. ومثل قوله عليه السلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا في قياس قول القاضي، واختاره الشيخ وصاحب المحرر والمحققون. وقيل فهما اختاره بعضهم، وقيل لا تفيده اختاره ابن الباقلاني وأكثر الحنفية وغيرهم. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: وفعله عليه الصلاة والسلام له دليل كدليل الخطاب. له دليل أي له مفهوم مخالفة، كدليل الخطاب كسائر مفاهيم المخالفة، فيكون هذا نوعاً من أنواع مفاهيم المخالفة، مفهوم فعله عليه الصلاة والسلام. قال: ذكره أصحابنا يعني الحنابلة منهم القاضي، أراد القاضي أبا يعلى شيخ المذهب رحمه الله. قال: أخذه الحنابلة، استنبطوه من أصول أحمد، ويبدو والله أعلم أن صحة العبارة وأخذوه من قول أحمد: لا يصلى على الميت بعد شهر، يعني يصلى على الميت في قبره إلى أن يمضي شهر، فإذا مضى على دفنه شهر لا يصلى عليه. قال: لحديث أم سعد رضي الله عنها، أم سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وعنها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غائباً عن المدينة في غزوة دومة الجندل بضم الدال، فماتت أم سعد وهو غائب عن المدينة. فلما أتى المدينة عليه الصلاة والسلام صلى عليها، وكان قد مضى لموتها شهر، فجعلوا له مفهوم مخالفة، وهو أنه بعد الشهر لا يصلى على الميت، فهذا مفهوم مخالفة. قال: وضعف هذه الدلالة أبو العباس وغيره. ضعف هذه الدلالة يعني أن يجعل لفعله عليه الصلاة والسلام أن يجعل له مفهوم مخالفة ضعفه أبو العباس يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وغيره من الحنابلة كابن عقيل أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي رحمه الله، وخالف بهذا جمهور الحنابلة، فإن أكثر الحنابلة على ما ذكره المصنف أولاً في قوله ولفعله عليه الصلاة والسلام دليل كدليل الخطاب، هذا عليه أكثر الحنابلة. فالجمهور من الحنابلة استدلوا بقول أحمد في مسألة الصلاة على الميت بعد شهر، وأما ابن عقيل وشيخ الإسلام فاستدلوا بأن الفعل ليس له صيغة، مجرد الفعل ليس له صيغة تعم أو تخص، فضلاً عن أن يكون لها منطوق ومفهوم مخالف. ثم قال المؤلف رحمه الله وإنما بالكسر تفيد الحصر، هذا أيضاً نوع من أنواع مفهوم المخالفة، وهو مفهوم الحصر بإنما، لفظة إنما، فإنها تفيد نفي الحكم عما عدا المحصور، وهذا هو معنى مفهوم المخالفة الذي تفيده، كقوله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فيفهم منه أن غيرهم ليس ولياً للمؤمنين. إنما الأعمال بالنيات، فمفهومه أن العمل بدون النية لا يصح. إنما الولاء لمن أعتق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، فمفهومه أن غير المعتق لا يكون له الولاء، والولاء عصوبة تثبت للمعتق الذي من على رقيقه بالعتق، يستحق بها الميراث، ميراث ماله إذا لم يكن له ورثة. ومن رشيق عبارات الأصوليين في الدلالة على إنما تفيد المفهوم المخالف يعني إثبات الحكم للمحصور، وهذا هو النطق فيها، هذا هو النطق فيها، ونفي الحكم عما عدا المحصور، وهذا هو المفهوم المخالف. من رشيق عباراتهم قول القاضي عبد الوهاب بن نصر رحمه الله من فقهاء المالكية، يقول إنما لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل، إنما لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل. لتحقيق المتصل يقصد المنطوق به وهو المحصور، فهي تحقق المعنى فيه أي تؤكده، وتمحيق معناها النفي والإزالة، والمنفصل المقصود به ما لم يذكر في الكلام وهو المسكوت عنه، فهي تثبت الحكم للمحصور وتنفيه عما عداه. قال وإنما بالكسر تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب والشيخ والفخر إسماعيل وغيرهم. هذا هو المذهب الأول، وهو آكد المذاهب في إنما، بمعنى أن إنما تفيد نفي الحكم عما عدا المحصور، لكن لا من قبيل المفهوم المخالف، وإنما من قبيل المنطوق، فلا يكون الحصر بإنما نوعاً من أنواع مفاهيم المخالفة، وإنما من قبيل المنطوق، وهذا مذهب أبي الخطاب الكلوذاني والشيخ، ويقصد بالشيخ موفق الدين بن قدامة، والفخر إسماعيل فخر الدين إسماعيل البغدادي رحم الله الجميع، يعرف بغلام ابن المني، يسميه الحنابلة غلام ابن المني، تلميذه نسب إليه، توفي سنة 610 هجرية، وغيرهم من الحنابلة ومن غير الحنابلة. ذهب إلى هذا جماعة من علماء الأصول. قال وقيل فهما هذا المذهب الثاني، يعني أن إنما لفظة إنما تفيد تقوية الحكم في المحصور ونفي الحكم عما عدا المحصور من طريق المفهوم لا من طريق المنطوق، لأن نفي الحكم عما عدا يعني نفي الولاء مثلا عما عدا المعتق لم يذكره الحديث، ونفي صحة العمل بدون النية لم يذكره الحديث، فيكون من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق. وهذا هو مذهب أكثر العلماء. قال اختاره ابن عقيل والحلواني واختلف كلام القاضي، يعني عن القاضي أبي يعلى رحمه الله قولا. القول الأول أن إنما تفيد الحصر نطقا، والقول الثاني أن إنما تفيد الحصر فهما. ثم قال وقيل لا تفيده، هذا المذهب الثالث، يعني أن إنما لا تفيد الحصر بمعنى لا تفيد نفي الحكم عما عدا المحصور. قال اختاره أكثر الحنفية. نعم الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، ولهذا خالفوا في مثل مسألة إنما الأعمال بالنيات، فصححوا الوضوء بلا نية والغسل بلا نية وغير ذلك. قال اختاره أكثر الحنفية وغيرهم. نعم وافق الحنفية في هذه المسألة بعض الحنابلة وبعض الشافعية. قال بل تؤكد، يعني يقول إذا كانت إنما لا تفيد الحصر بمعنى لا تفيد نفي الحكم عما عدا المحصور، لا تحصر الحكم في المذكور، فتفيد ماذا إذن؟ يعني لماذا أتى بها المتكلم؟ أليس الأخصر في الكلام أن يقول الأعمال بالنيات؟ أخصر في الكلام والاختصار مطلوب، فلماذا يأتي المتكلم بإنما في كلامه؟ هل يكون هذا حشوا؟ قالوا لا، ليس هذا حشوا. طيب تفيد ماذا إذن؟ قال بل تؤكد الإثبات، يعني يأتي المتكلم بإنما في كلامه لتقوية الحكم المذكور، لتقوية الحكم في هذا المحصور، فإن قولك إنما الناجح زيد أقوى من قولك الناجح زيد، فهي أفادت ولم تكن حشوا في الكلام. هكذا يقولون أصحاب المذهب الثالث. قال بل تؤكد الإثبات على القول بأنها لا تفيد، يعني هذا هو الغرض منها في الكلام، أنها تؤكد الحكم في المحصور، وهذا معنى تؤكد الإثبات على القول بأنها لا تفيد، يعني لا تفيد المخالفة. طبعا الكلام هنا فيه اختصار في كلام المصنف، حتى في الشرح فيه اختصار وحذف، يعني على القول بأنها لا تفيد المخالفة، لا تفيد مفهوما مخالفا. ثم قال المصنف رحمه الله وفي أنما بالفتح خلاف، الصحيح أنها تفيد الحصر كالمكسورة. أنما بفتح الهمزة أنما، هل تفيد الحصر كما تفيده إنما المكسورة؟ فقال فيه خلاف بين علماء الأصول، الصحيح أنها تفيد الحصر كالمكسورة، يعني الصحيح من قولي العلماء في أنما أنها تفيد الحصر كما تفيده إنما بكسر الهمزة. ولهذا نجد في الكتاب العزيز نجد في بعض المواضع إنما وبعضها أنما، يعني مثلا في سورة الأنعام والنحل إنما هو إله واحد. طيب وفي سورة إبراهيم أنما هو إله واحد. فإذا أنما مثل إنما على الصحيح. قال: ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا. هذا شروع في نوع من أنواع مفاهيم المخالفة ختم به المصنف رحمه الله هذا الفصل. ويسمى الحصر بتعريف الطرفين، مفهوم الحصر بتعريف الطرفين، والمراد بالطرفين طرفي الكلام: المبتدأ والخبر، أو تقول المسند إليه والمسند. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير، تحريمها أي الصلاة، تدخل فيها بالتكبير بكلمة الله أكبر، وتحليلها أي تخرج منها بالتسليم، تقول السلام عليكم ورحمة الله. فيكون المفهوم ماذا من الحديث الشريف؟ أن غير التكبير لا يكون تحريما للصلاة. فلو قال المصلي الله أعظم، هل يصلح أن يكون تحريما للصلاة دخولا فيها؟ لا، ما يصلح بمفهوم المخالفة من الحديث. وتحليلها التسليم، فلا يكون غير التسليم تحليلا للصلاة، خلافا للحنفية في الصورتين، فإنهم جوزوا أن يدخل في الصلاة بغير التكبير، بأن يقول الله أعظم مثلا، وجوزوا الخروج من الصلاة بغير التسليم، بأن يتحرك حركة معنية تدل على أنه أراد قطع الصلاة وإنهاها، الانتهاء منها. قال: ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا، يعني إذا لم يوجد قرينة عهد، لأن ال قد تكون للعهد، وإذا صارت للعهد لا تفيد مفهوم مخالفة. فلو قلت الناجح زيد، إن قصدت الحصر فمعناه أن غير زيد لم ينجح، وإن أردت العهد فمعناه أن الناجح المعروف المعهود عندكم الذي تعرفونه زيد، ويكون للكلام بقية، فلا يفيد أن غيره لم ينجح. فهذا معنى قوله ولا قرينة عهد، يعني ولم توجد قرينة عهد. قال: تفيد الحصر نطقا، فيكون هذا النوع مثل الذي قبله في القوة، الحصر بتعريف الطرفين كالحصر بإنما. في قياس، نعم، يعني إذا لم توجد قرينة عهد، فإن كانت العهدية لم يفيد الحصر بال في الطرفين أو في أحدهما، لم يفيد مفهوم مخالفة. قال: في قياس قول القاضي، القاضي المراد القاضي أبو يعلى كما مر، وإنما قال في قياس قول القاضي لأنه لم يجد للقاضي أبي يعلى كلاما في المسألة. لكن قياس قوله في إنما كما سبق، وهو أحد قوليه كما قلنا من قبل، إن القاضي له قولان، أحدهما أن إنما تفيد الحصر نطقا، والآخر أن إنما تفيد الحصر فهما. قاسوا على قوله الأول فقالوا إن الحصر بتعريف الطرفين يفيد المخالفة في الحكم في المسكوت نطقا لا فهما. قال: واختاره الشيخ، يعني ابن قدامة، وصاحب المحرر، يعني مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام، والمحققون. وكذلك هو قول بعض الشافعية كالرازي وإمام الحرمين وغيرهما. قال: وقيل فهما، يعني بعض الأصوليين ذهب إلى أن الحصر بتعريف الطرفين يدل على أن ما عدا المحصور الحكم فيه بخلاف المذكور، لكن عن طريق المفهوم لا عن طريق المنطوق، لأن منع تحريم الصلاة بغير التكبير لم يذكر في الحديث، ومنع غير التسليم أن يكون تحليلا للصلاة لم يذكر في الحديث، فيكون مفهوما لا منطوقا. قال: اختاره بعضهم، والحقيقة أنه مذهب الأكثري، يعني الأكثر من العلماء ذهبوا إلى أن الحصر بتعريف الطرفين هو من قبيل المفهوم لا من قبيل المنطوق، يعني نفي الحكم عما عدا المحصور هو من قبيل مفهوم المخالفة لا من قبيل المنطوق الصريح. قال: وقيل لا تفيده، هذا المذهب الثالث، لا تفيده يعني لا تفيده نطقا ولا فهما، فيكون الكلام في المذهب الثالث كالكلام في المذهب الثالث في المسألة السابقة، بمعنى أن الحصر بتعريف الطرفين إنما أفاد تقوية الكلام المنطوق به فقط، من غير تعرض لغيره بنفي ولا غيره. قال: اختاره ابن الباقلاني وأكثر الحنفية. نعم، هو مذهب أبي بكر الباقلاني رحمه الله من فقهاء المالكية، وهو قول أكثر الحنفية، وهو أيضا قول بعض الشافعية كأبي حامد الغزالي رحمه الله. فالحنفية كما ذكر المصنف خالفوا في المسألة، ولهذا قالوا يكفي نية الخروج من الصلاة، فلو نوى الخروج من الصلاة بعد الفراغ من التشهد الثاني يكفيه ولا يحتاج إلى التسليم، ولو قال الله أعظم أو مثلا الله أجل ونحو ذلك فإنه يكون تحريما للصلاة. وبهذا نكون انتهينا من مباحث مفهوم المخالفة، والآن سوف يشرع المصنف رحمه الله في دليل من الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهو القياس. والقياس هو أهم الأدلة الاجتهادية، فإن الأدلة إما نقلية كالكتاب والسنة والإجماع، وإما اجتهادية، وأعظم الأدلة الاجتهادية هو القياس. وأكثر دليل يستعمله الفقهاء في أحكام النوازل المستجدة هو القياس، ولهذا قيل الاجتهاد القياس. هذا حصر بتعريف الطرفين، الاجتهاد القياس، والغرض منه المبالغة، يعني كأن غيره ليس باجتهاد، مع أن الاجتهاد يحصل بغير القياس، لكن هذه مبالغة في بيان منزلة المحصور، كما لو قلت الخطيب علي، الشاعر البحتري ونحو ذلك، كأنه لا شاعر سواه ولا خطيب سواه، وهذا فقط مبالغة، ويسميه أهل البلاغة القصر الإضافي أو الادعائي. تفضل يا محمد. نعم أي نعم نفس الخلاف، أي نفس الخلاف، أنما كإنما أي نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: فصل. القياس أي تعريفه، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فمعناه لغة التقدير، ومنه قياس الثوب، ومعناه شرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، هذا هو المختار عند أصحابنا. وأركانه أي أركان القياس: الأصل المستنبط منه، والفرع المستنبط، وحكم الأصل، والوصف الجامع بينهما. فالمراد بالأصل عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم محل الحكم المشبه به. وقيل بل دليله اختاره بعضهم، وقيل حكمه اختاره بعضهم أيضا، وقيل الأصل يقع على الجميع قاله بعض أصحابنا. والمراد بالفرع المحل المشبه اختاره الأكثر، وقيل حكمه والحكم والعلة مضى ذكرهما في مقدمة الكتاب، وهي أي العلة فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: القياس أي تعريفه له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، كسائر المصطلحات الأصولية، بل مصطلحات كل علم يكون لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فقال: فمعناه في اللغة التقدير، ومنه قياس الثوب. القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير، فإن العرب تقول: قاس الثوب بالذراع، يعني قدره به، قدر الثوب بالذراع. وقاس الطبيب قعر الجراحة أي عمقها، بمعنى قدرها. وله معنى آخر أو معنى ثان، وهو التسوية، فيقال: فلان لا يقاس بفلان، يعني زيد لا يقاس بعمرو، يعني لا يساويه. وله معنى ثالث وهو التشبيه والتمثيل، فيقولون: هذا الشيء هو قياس هذا، يقولون: هذا الباب قياس هذا الباب، يعني شبيهه، ما يختلفان، الناظر إليهما يحسبهما سواء. وله معنى الرابع ذكره الزركشي رحمه الله وغيره، وهو الإصابة، فيقال: قست الشيء أي أصبته، لأن القياس المجتهد، الغرض من القياس هو أن يصيب المجتهد الحكم. فهذه المعاني الأربعة هي أقرب المعاني إلى المعنى الاصطلاحي. قال: ومعناه شرعاً حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. من التعريفات الجيدة المختصرة للقياس ما ذكره المصنف رحمه الله، بأن القياس حمل فرع، والحامل هو المجتهد الذي يقيس، فالقياس فعل المجتهد. حمل فرع وهو المقيس على أصل وهو المقيس عليه في حكم، الذي هو الغرض من القياس وثمرته ونتيجته، بجامع بينهما وهو العلة. فإذا وجدت علة الأصل في الفرع فإن حكم الأصل يوجد في الفرع. قال: هذا هو المختار عند أصحابنا، يعني في تعريف القياس، وهو تعريف حسن وجامع لأركان القياس الأربعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأركانه، شرع في بيان أركان القياس بعد أن فرغ من تعريفه، فقال: وأركانه أي أركان القياس الأصل المستنبط منه، والفرع المستنبط، وحكم الأصل، والوصف الجامع بينهما. الأربعة الأركان المعروفة التي يقوم عليها بنيان كل قياس، حتى القياس بنفي الفارق إن سميناه قياسا، فإنه يكفي في الجامع أن تقول: لأنه لا فرق بين الفرع والأصل، بمعنى أن كل قياس توجد فيه الأركان الأربعة. فلا يقول قائل: القياس في معنى الأصل الذي يسميه بعضهم قياس لا فارق لا توجد فيه علة جامعة، فنقول: المراد بالعلة فيه أن تقول: لأنه لا فرق بين الفرع والأصل، كما لو قلت في قياس لا فارق: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، أو قال الدائم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، بمعنى يجلس فيه ويبول، أكرمكم الله. هذا منطوق الحديث، فلو لم يبل هو فيه بل أتى ببول غيره أكرمكم الله ووضعه في الماء الراكد الذي لا يجري، هل يكون منهيا عنه أيضا؟ الجواب نعم، مع أنه ما بال فيه، إنما حمل بول غيره وضعه. فتقول بماذا ثبت هذا الحكم في الفرع؟ فنقول بواسطة القياس. طيب أين العلة الجامعة؟ ما نحتاج إلى علة جامعة، فنقول لأنه لا فرق بين أن يبول هو بنفسه في الماء الراكد أو أن يحمل بول غيره ويضعه فيه، لا فرق بينهما. فكلمة لا فرق هي العلة الجامعة. وبهذا يكون الأركان الأربعة موجودة في كل قياس، حتى قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه، وكل أنواع القياس فيها الأركان الأربعة. فالأصل المستنبط منه الذي هو المقيس عليه، الذي ثبت بالنص أو بالإجماع. والفرع هو المقيس، وهو الصورة الجديدة التي نريد أن نعرف حكمها، أو تقول محل النزاع، صورة النزاع في المسألة الخلافية. وحكم الأصل الذي هو الثمرة والنتيجة والغرض من القياس، أن نثبت حكم الأصل للفرع. والوصف الجامع بينهما هو العلة. ثم قال: فالمراد بالأصل أتى بفاء التفريع، لأنه بعد أن أجمل أراد أن يفصل، فقال: فالمراد بالأصل عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم محل الحكم المشبه به. الآن شرع في تفسير هذه الأركان الأربعة، فبدأ بالأصل. الأصل المقيس عليه ما هو؟ فيه خلاف بين الأصوليين. فالمذهب الأول أن الأصل هو محل الحكم، هو محل الحكم، كالبر مثلا، البر بالبر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، يدا بيد. إذن الربا يجري في بيع البر بالبر، نفس البر هذا هو الأصل. البر هو الأصل لأنه هو المحل، محل الحكم. قال: وقيل بل دليله، هذا المذهب الثاني. قال بعض المعتزلة إن الأصل ليس هو المحل وإنما هو الدليل، يعني الأصل في المثال السابق هو حديث البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، يكون هذا هو الأصل عند المعتزلة في تفسيرهم يعني. قال: اختاره بعضهم، والمراد كما قلنا المعتزلة. وقيل، هذا المذهب الثالث، وقيل حكمه. ففي المثال السابق على المذهب الثالث يكون الأصل ما هو؟ تحريم التفاضل في بيع البر بالبر، هذا هو الأصل. أظن هكذا وضح الكلام، أليس كذلك؟ وضح. وهذا المذهب الثالث اختاره بعض الشافعية. أما الأكثرون فهو على القول الأول الذي ذكره المصنف، وهو أن المحل نفسه، محل الحكم، هو الأصل، هو تفسير أكثر العلماء. قال: وقيل حكمه اختاره بعضهم أيضا. وقيل شروع في المذهب الرابع. وقيل الأصل يقع على الجميع، قاله بعض أصحابنا، والمراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني يقول شيخ الإسلام إن الأصل يصح إطلاقه على الكل، يقصد في كلام العلماء، يعني باستقراء كتب أهل العلم تجد أنهم يطلقون الأصل، فيقولون مثلا: البر أصل في تحريم الربا في الأرز. ماذا يقصدون بالأصل هنا؟ محل الحكم. وأحيانا يقولون البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد أصل في تحريم الربا. أرادوا بالأصل هنا ماذا؟ دليل حكم الأصل. وأحيانا يقولون تحريم الربا في بيع البر بالبر الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل. هذا شاهد الدليل. وشاهد الحكم قولهم البر بالبر هو الأصل في تحريم الربا في الأرز بالأرز. نعيد أو أوضح؟ نعيد؟ طيب. يعني بعض العلماء تجدهم يقولون البر أصل في تحريم الربا في الأرز، فأطلقوا كلمة أصل وأرادوا بها المحل، محل حكم الأصل. وأحيانا يقولون البر بالبر هو الأصل في تحريم الربا، يعني الحكم. وأحيانا يقولون تحريم الربا في بيع البر بالبر الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. واضح؟ قال والمراد بالفرع المحل. الآن بعد أن فرغ من بيان معنى الأصل شرع في الفرع في الركن الثاني وهو الفرع، فقال والمراد بالفرع المحل المشبه، يعني كالأرز مثلا في مثالنا السابق. وهذا اختاره الأكثر كما قال المصنف رحمه الله، والأمر كما قال، هذا قول أكثر العلماء. وقيل حكمه، يعني أن الفرع هو تحريم الربا في بيع الأرز بالأرز، هذا هو الفرع، وهذا اختيار بعض الشافعية. قال والحكم والعلة، يعني الركن الثالث والرابع وهما الحكم والعلة مضى ذكرهما في مقدمة الكتاب، ويقصد بالمقدمة هنا يعني أوائل الكتاب، فإنه في أول مبحث الحكم الشرعي ذكر الحكم، ولما فرغ من التكليف وشرع في الحكم الشرعي الوضعي بدأ بالعلة، فيكون قد مضى ذكرهما فيما سبق في أول الكتاب، فلا حاجة لإعادة ذكرهما. ثم قال وهي أي العلة فرع في الأصل، أصل في الفرع، لأن الشيء قد يكون أصلاً فرعاً من جهتين لا من جهة واحدة. فقال وهي أي العلة فرع في الأصل. لماذا فرع في الأصل؟ لأن العلة استنبطت من حكم الأصل. نظرنا في الحديث الشريف والحكم فيه وهو جريان الربا في بيع البر بالبر، فاستنبطنا منه أن العلة هي الكيل مثلا، فصارت العلة فرعا بالنسبة للأصل. ثم قال العلة أصل في الفرع. لما؟ لأن الحكم يثبت بثبوت الحكم فيه بها، فإنك ما تذكر الحكم في الفرع إلا بعد أن توجد فيه العلة، تنظر للعلة ويتحقق المناط عندك، بمعنى أنك تحققت من وجود هذه العلة في هذه الصورة وهي الفرع، فتقول بعد ذلك الحكم في الفرع هو كذا وكذا. تحققت من وجود علة الكيل في الأرز، فقلت بعد ذلك يجري الربا في بيع الأرز بالأرز، فصارت العلة أصلاً في الفرع، فرعاً في الأصل. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا، لأنه القصد من القياس الشرعي، وألا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع بالنسخ، وفي اعتبار كونه غير فرع قولان، اعتبر القاضي في مقدمة المجرد كونه غير فرع وقال هو ظاهر قول أحمد، فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم بنية النفل أتى بما أمر به فتصح كفريضة الحج ففاسد، لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل، وشرطه ألا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه، كشهادة خزيمة وعدد ركعات الصلاة وتقدير نصاب الزكاة. وشرطه ألا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع، فلا يقاس التيمم في الغسل على التيمم في الوضوء، لأن قول عائشة في طهوره شامل له. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: ومن شرط حكم الأصل إلى آخره شروع في بيان شروط كل ركن من هذه الأركان، إلا أن شروط الأصل جمع فيه شروط الأصل وحكم الأصل، ثم بعد ذلك تكلم عن شروط العلة وأطال، ثم ذكر بعد ذلك شروط الفرع، فبدأ بالأصل فقال: ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا، أن يكون قياسا، أن يكون حكما شرعيا، فإن كان حكما عقليا أو حكما لغويا فإنه إما أن يقال لا يصح على القول بعدم صحة القياس فيهما، أو أن يقال هذا غير مقصود لنا، لأن كلام الأصوليين والفقهاء إنما هو في القياس الشرعي، فإن الغرض من القياس هو إثبات حكم شرع، إثبات حكم شرعي في النوازل أو المسائل الخلافية. فلو قست مثلا حدوث الإنسان على حدوث غيره من المخلوقات فإن هذا قياس عقلي، تقول الإنسان حادث كبقية المخلوقات بجامع التغير، في كل منهما يطرأ عليه التغيير، والمتغير لا بد أن يكون حادثا أي مخلوقا، فنقول هذا قياس عقلي لا يقصده الأصوليون والفقهاء. وكذلك لو قلت نقول طباعة صحافة أو طباعة قياسا على زراعة تجارة، فنقول هذا صحيح لكن هذا قياس لغوي ليس هو غرض الفقهاء والأصوليين. قال: لأنه الضمير يرجع للحكم الشرعي، لأنه أي الحكم الشرعي القصد من القياس الشرعي، يعني القصد من القياس الشرعي الذي يستعمله المجتهد هو أن يثبت الحكم شرعاً لا أن يثبته عقلاً أو لغة، هذا معنى الشرط الأول. قال: وألا يكون منسوخاً، هذا هو الشرط الثاني، وألا يكون منسوخاً، فلو كان حكم الأصل منسوخاً فإنه لا يصح القياس. يعني لو قيل مثلا أنه يجوز أن يقصد الداعي عند دعائه جهة بيت المقدس قياسا على استقبال البيت المقدس في الصلاة، هل يصح هذا القياس؟ لا، ما يصح هذا. لماذا لا يصح؟ فنقول لأن المقيس عليه الأصل منسوخ، ولهذا قال المصنف رحمه الله: لزوال اعتبار الجامع بالنسخ، يعني لأن العلة الجامعة هي فرع عن حكم الأصل، كما مر معنا أن العلة فرع في الأصل، أصل في الفرع، فهي فرع عن الحكم، فلما ذهب الأصل الذي هو حكم الأصل ذهب فرعه، لم يبق شيء، فإذا أبطل الشارع الحكم بطلت علته. قال: وفي اعتبار كونه غير فرع قولا، يعني هذا شروع في الشرط الثالث لكن ذكر فيه الخلاف، يعني بدأ فيه بالخلاف. وفي اعتبار كونه أي حكم الأصل غير فرع قولا، بمعنى أنه لا يصح أن تقيس على فرع ثبت بالقياس على غيره، فلا يصح أن تقول يحرم التفاضل في بيع الذرة بالذرة قياساً على حرمة التفاضل في بيع الأرز بالأرز. هل يصلح هذا؟ لا، ما يصلح. طيب لماذا؟ مع أن العلة هي العلة والحكم في الأصل المقيس عليه صحيح عند صاحبه، فإن الربا يجري في بيع الأرز بالأرز، والعلة في الذرة هي نفس العلة في الأرز وهو الكيل أو تقول الطعم. فلماذا لم يصح؟ فنقول لأن المقيس عليه الذي هو الأرز هو فرع لغيره، فإنه فرع عن البر. فلماذا هذا التطويل؟ فلا يصح أن يكون المقيس عليه فرعاً، بل لا بد أن يكون أصلاً. قال: قولان اعتبر القاضي في مقدمة المجرد كونه غير فرع، يعني قال بهذا الشرط أنه لا بد أن يكون أصلاً بنفسه لا أن يكون فرعاً عن غيره. والمجرد كتاب في الفقه، لكن أبا يعلى رحمه الله قدمه بمقدمة أصولية كصنيع كثير من الفقهاء، يبدأون أحيانا بعض كتبهم الفقهية بمسائل أصولية. هذا القول الثاني هذا القول الأول. والقول الثاني وهو لبعض الحنابلة وبعض الشافعية وهو مذهب المعتزلة، قالوا يجوز القياس على حكم ثبت بالقياس، لأن الحكم في الفرع الذي صار أصلاً في هذا القياس الجديد هو حكم صحيح وعلته صحيحة، ويفتي به المفتي ويعتمد في المذهب. فما الإشكال لو فرعنا عليه فروعاً أخرى ما دام أنه صواب؟ هكذا قالوا. قال: اعتبر القاضي في مقدمة المجرد كونه غير فرع، وقال: هو ظاهر قول أحمد. نعم، هو ظاهر قول أحمد، بل قول أكثر العلماء، عامة العلماء على هذا الشرط، أكثر العلماء على أنه لا يصح أن يقاس الفرع على الفرع، إنما يقاس على أصل ذلك الفرع، لأن العلة إن كانت هي نفس علة الحكم الثابت بالنص، فما الحاجة إلى هذا التطويل أن نقيس الذرة على الأرز ونقيس الأرز على البر؟ ما الحاجة إلى هذا التطويل؟ وإن كانت العلة غير العلة لم يصح القياس أصلا، فقد انتفى الغرض الصحيح في الحالين، ما صح حينئذ أن يقيس فرعا على فرع، فلا بد أن يرد كل الفروع إلى الأصل الأول، ولا يمنع من ذلك مانع بأن يقاس على البر الأرز والعدس والفول والذرة وغير ذلك، ما يمنع مانع من هذا. قال: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد. فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل بالقياس، الذي إذا استدل بالقياس وكان حكم الأصل مخالفاً لحكم هذا القياس فإنه يفسد قياسه، يفسد قياسه. ثم مثله بالمثال يتضح. قال: كقول الحنفي في الصوم بنية النفل أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج. المسألة التي يستدلها الحنفي في هذه المسألة، الصورة يعني صورة المسألة عند الحنفية، هي أن الواجب المضيق الذي يسمونه معياراً من أحكامه عندهم أنه يصح، يعني كالصوم، يعني هو مثاله الصوم، صوم رمضان، أنه يصح عندهم بمطلق النية وبنية النفل، بمعنى لو صام رمضان وهو ينوي صوم نفل صح صومه رمضان، يعني صح صومه فرضاً، ويلغو تلغو نية النفل، ما تعتبر، لأن هذا معيار واجب مضيق ما يتصور فيه عبادتان، فلا يقع إلا عن شيء واحد، فيكفي فيه مطلق النية المشترطة في العبادة. طيب الآن الحنفي ماذا قال في الاستدلال؟ قال في من صام رمضان بنية النفل، قال أتى بما أمر به، يعني فعله وقع امتثالا لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذن هو أتى بما أمر به. قال فيصح صومه كفريضة الحج، الكاف كما قلنا من قبل معناها قياسا على، يعني فيصح صومه قياسا على فريضة الحج. كيف على فريضة الحج؟ يعني لو حج فرضا بنية النفل، فماذا يقول المصنف؟ قال ففاسد، قياسه فاسد. لماذا؟ قال لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل. لماذا؟ لأن الحنفية لا يسلمون بصحة الحكم في المقيس عليه، فعندهم لو حج الفرض بنية النفل فإنهم لا يصححون الحج، ما يصححون الحج بنية النفل، لا بد عندهم أن ينوي الفرض، فقياسه هذا يستلزم ماذا؟ مخالفة أصله، يعني مخالفة الحكم في هذا الأصل المقيس عليه، فحينئذ يكون القياس فاسداً، ويكفي الخصم أن يقول الحكم المقيس عليه أنت لا تقول به، فضلاً عن خصمك، فما يصح القياس عليه. ثم قال وشرطه ألا يكون معدولاً به عن سنن القياس. إذا من شروط الأصل المقيس عليه ألا يكون حكمه، حكم هذا الأصل ألا يكون معدولاً به عن سنن القياس، وسنن القياس أي طريقه المعتبر فيه، فالحكم المعدول به عن القياس هو الحكم الثابت على خلاف القاعدة المضطردة. فإذا كان الحكم معدولاً به عن سنن القياس لم يصح القياس عليه، المعدول به عن سنن القياس غيره عليه لا ينقاس. فمثلا في بيع المزابنة لا يصح بيع المزابنة، لكن استثنى منها الشارع صورة، وهي ما يسمى ببيع العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بتمر على الأرض كيلا، يقدر الرطب على رؤوس النخل أنها كذا وكذا من الصيعان، ثم يأتي إلى العوض الثاني في هذه المقايضة وهو التمر على الأرض فيكيله كيلا، فيقول تساويا فيصح البيع. هذا بيع العرايا أجازه الشارع، دل عليه النص، لكن هل هو على سنن القياس أو على خلاف القياس؟ على خلاف القياس، لأن القياس أن مثل هذا البيع لا يصح، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وأنت في الرطب على رؤوس النخل خرصتها خرصاً فقط، قدرتها تقديراً ما تدري كم، والتمر مما يجري فيه الربا، فلا يصح أن تقول يجوز بيع العنب في 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 الشجر في شجره خرصاً بزبيب على الأرض كيلاً، قياساً على بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بتمر على الأرض كيلا. هل يصح هذا القياس؟ فلا يصح عند الحنابلة. طبعا هي المسألة خلافية، لكن عند الحنابلة ما يصح هذا، لأن المقيس عليه معدول عن سنة القياس، فهو مثل الرخصة، هو رخصة، والرخص ما تتجاوز محلها، ما يتعدى فيها محلها. قال نعم القياس بمعنى القاعدة هنا، القياس المقصود به القاعدة، القاعدة المضطردة التي دلت عليها النصوص. ثم قال ولا يعقل معناه، يعني أيضا من شروط صحة الأصل المقيس عليه أن يكون له معنى يعقله الناس والمجتهدون يعرفون له علة. فأما إن كان تعبديا محضا فإنه يمتنع القياس حينئذ. ومثل المصنف رحمه الله لما لا يعقل معناه بشهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الصحابي الجليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من شهد له خزيمة كفاه. فلا يصح أن تقول أقيس عليه أبا بكر رضي الله عنه، فإنه مثله بل أفضل منه. فمن شهد له الصديق رضي الله عنه كفاه قياسا على خزيمة. يصلح هذا القياس؟ لا، ما يصلح، لأن الحكم في المقيس عليه وهو شهادة خزيمة رضي الله عنه مما لا يعقل معناه، لا يعرف له معنى يمكن تعدية الحكم إلى غيره، لأنك إن قلت الصدق فالصديق رضي الله عنه مثلا، وإن قلت مثلا الديانة كتمان السر حذيفة، إن قلت الفضل الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون أفضل منه، فما تستطيع أن تعرف له معنى، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فتفضل الله على خزيمة بأن جعل شهادته تكفي عن غيره، عن شهادة 2 أو عن 4. قال وعدد ركعات الصلاة، وتقدير نصاب الزكاة، ومقادير الحدود 100 جلدة و80 جلدة، والنصاب السرقة الذي تقطع به اليد، وعدد التسبيحات، وأوقات الصلوات، وغير ذلك مما لا يعقل معناه. وبناء على هذا الشرط فلا يصح أن يقال ينتقض الوضوء بأكل لحم النعامة قياساً على أكل لحم الجزور لأنها أشبه شيء بالجمل. فهل يصح هذا القياس؟ لا يصح هذا القياس، لأن الحكم في المقيس عليه وهو أكل لحم الجزور تعبدي محض على القول الصحيح من أقوال العلماء في المسألة. واستشكل بعض العلماء في هذا الشرط أن الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا الشارب للخمر على القاذف، وجعلوا حده 80 جلدة، وقد مر معنا أن مقادير الحدود هي مما لا يعقل معناه. فأجاب الزركشي رحمه الله بأن هذا مستثنى من القاعدة، والاستثناء يدخل بعض القواعد الأصولية في قول من أقوال العلماء أنهم يستثنون أحيانا من القواعد الأصولية. فقال يستثنى من هذا الشرط وهو أن لا يعقل معناه شيئان: ما قاسه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فرض أنه قاس عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء التي لا يعقل معناها، أو ما أجمع عليه العلماء. ومسألة الجلد الشارب 80، يعني من يقول بهذا الحكم يدعي الإجماع، يدعي أنها مسألة أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم. قال وشرطه، أنت قرأت هذا يا محمد؟ قرأت هذا؟ قال وشرطه ألا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع. من شروط صحة الأصل المقيس عليه ألا يكون الدليل الدال على حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، فحينئذ يبطل القياس. لماذا؟ لأن الفرع حينئذ، يعني الفرع إذا كان مشمولا بدليل الأصل، يعني داخل هو داخل فيه، يخرج حينئذ عن كونه فرعا، لا يصير فرعا حينئذ، لأنه يسير جزءا من الحكم الأصلي الذي دل عليه النص، فحينئذ يكون القياس لغوا، يكون القياس لغوا وضربا من العبث. لما؟ لأنه لا قياس مع النص، وقد أغنانا النص عن القياس. قال فلا يقاس التيمم في الغسل على التيمم في الوضوء، يعني لا يصح أن يقول مجتهد من المجتهدين يشرع التيمم في غسل الأعضاء في الغسل كغسل الجنابة وغسل الجمعة مثلا قياسا على استحباب التيمم في غسل أعضاء الوضوء. لماذا لا يصلح هذا القياس؟ قال لأن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. الشاهد في قوله وطهوره، فإن الطهور يشمل الوضوء ويشمل الغسل، فما الحاجة إلى أن تقيس أحدهما على الآخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.